طيب حرم جهاد الآن حرب عون. جواد شو؟ حرم جهاد حرب عون الآن. وين الجهاد اللي بتعنيه؟ في العراق. وليش مو في الأفغان؟ كيف؟ ليش مو في الأفغان؟ لا هون في مشكلة مو قائمة هناك، هون ما تقدر أنت تجاهد وحدك، أما هنيك تقدر تجاهد وحدك، فليش ما سألت عن هنيك؟ شو بدك تعتبره؟ أنت بتقدر تجاهد هون؟ أنا عم أسألك تقدر تجاهد هون؟ لا تضرب أمثلة. فإذا شيء ما بتقدر ما بتقدر، أما هنيك تقدر، فروح لأفغانستان وجاهد. طب وفرض لو ما كنت هناك؟ لا تفرض. ما أفرض؟ لا روح جاهد وبعدين أحكي. شو بدنا نحن بالفرضيات؟ الله يحفظك. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ نحمد الله إليك. أنا في الله يبارك فيك.